دعم الإنتاج الفلاحي بما فيه هذا الإنتاج الفلاحي المتعلق باللحوم. هذه الإجراءات هذه الآن تخدات الإمكانيات المالية غادي توضع، غادي خص واحد شوية فقط ديال الوقت باش نقدروا اننا نلمسوا الاثر ديالها المباشر على 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 المواطن. لكن انا عارف السؤال ديالك مشى راسا الى عيد الاضحى، الحكومه متعبئه لكي تنجح هذه المحطه هذه وتمر في احسن الظروف وفي احسن الاجواء، واحسن الظروف هي انه يكون العرض وافر وتكون الاسعار في مستوى معقول.